كنت مع الحاج سعيد هنا من أكثر من 4-5 شهور وكنا بنتكلم على أشجار الليمون، وكان في الوقت ده سعر الليمون غالي. وليه حاج سعيد النهاردة أنا موجود معاه لتاني مرة عشان أتابع وعلشان أشوف الزراعة وأشوف حصل تقدم وحصل ازدهار في الأشجار اللي عندنا ولا لا. ازيك حاج سعيد؟ الله يبارك فيك ويسعدك. نفكر الناس إحنا فين؟ إحنا في حتة اسمها الطبران. الطبران دي قرية الطبران يا جماعة، ودي من القرى الشباب الخارجين اللي تم إنشائها في التسعينات. الناس جت هنا كان لسه المكان ده ما زي ما بيقولوا بكر، ما حدش ولا اشتغل فيه ولا زرع، لكن بعزيمة رجالتنا المصريين والفلاح المصري قدرنا ان احنا نشوف فيها انتاج. نسبة الملوحة هنا هي المشكلة اللي انا جاي النهاردة مخصوص عشان اتابعها معاك، لان المرة اللي فاتت سمعت كلام كتير جدا ان هي كانت مأثرة على الاشجار. احكي لي ايه المشاكل اللي كانت عندك؟ شجر الليمون مثلا الناس عارفة انه بيستحمل الملوحة، لما تيجي تقول لي كان عندي احكي لي بقى انت. ما بيستحملش الملوحة الليمون. الليمون بيحب الارتواز اللي هو مال حلو او البحال. فجاز الحمد لله يعني فك. ما ايه المشاكل اللي كانت بتحصل فيه؟ الملوحة بتخلي الصدر مجاير كده مش مسفر. لكن وقت في نمو خضر مجهد كده. مجهد كده. ما بتذكش سمر. لا سمر ضعيف والصير نفسه ضعيف. مجهده مهما ما تسمى وتعمل. كان دلوقتي الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الجهاز ده دلوقتي يعني يعتبر النص. ما شاء الله. يعني يعتبر النص في الزراعه وفي التسميد وفي كل حاجه. يعني نسبه الملوحه كانت كام جزء في المليون هنا؟ هو 1000. ودلوقتي بديك 1000 بس يفكك الملوحه. يعني انت لو حللتها دلوقتي هتلاقي 1000. لكن الشجره تقدر تشرب. بيبان على الزراعه. بيبان على الزرع. وانا شايف الشجر ده شكله حتى عن المره اللي فاتت بقى مختلف خالص. معدل النمو، لون الاوراق، التزهير، الثمار اللي موجوده فرق. وحتى ما كنا بنزق رشاشات كانت صايت اصفر مش تنقيط رشاشات اصوبش رباش. لكن دكتور الحمد لله تزقير رش برضه الحمد لله مجاوب مفيش اهانه ولا. هي الرش عشان كنت بتدي له الملح مباشر على الزرع. فدلوقتي لما نسبه الملوحه فيه تفتتت او اتكسرت حتى لو استخدمت الرش ما عادش بيزرع. يعني دكتور الحمد لله. انت مجربه على الليمون وايه تاني؟ والفراوله والبرسيم والغله وكل حاجه. برسيم. عمل ايه البرسيم معاك؟ دخل السنه لحد شهر 6. يعني لحد 30/5 عندنا برسيم. ما شاء الله زود معاك الموسم. وكان اخضر زي الجنة، زبط عرض الصمر والله. ما شاء الله. والله ما في مبالغه في الكلام. كان عندنا برسيم والارض. طب بلغ ليه مشيت صاحب الارض؟ ولا انا؟ طيب. مش فيها يعني انا جاي النهارده خلي بالك اسال مجرب. انا بنزل علشان اسال الناس واتكلم معاها. الهدف مش ان انا اتكلم على تكنولوجيا، الهدف ان انا اشوف التكنولوجيا دي مردودها ايه على الزراعه، الناس استفادت منها ولا لا، هنقدر نزود انتاجنا، هنقدر نحل مشاكل. هو ايه اكتر حاجه كنتوا بتتكلموا عنها؟ مش دايما بتقولوا مصاريف الانتاج؟ والملوحه كنت مهما بتصرف الزراعه ما بتجيبش. ايوه بتزعلك. ما هو انت لما كنت عندك ملوحه تصرف كتير، تجيب مضاد املاح وتتزود. تجيبه ولا بتاع الاملاح؟ لا الاملاح دلوقتي بتجيبه؟ بتجيب بس يعني 1%. خفيت الكميه. عارف 1% دي عشان انت خايف تبطله. الله يبارك لك. انما انت لو بطلت وخدنا الجراءه كده مش مزعل. ومش الفراوله كان عاملها مزعل السنه دي حلو. السنه دي حلو. السنه دي الحمد لله. عاملها وقت مزعل. كنا مشغلوه وتنقيط شغال، لما يجوا رشاشات يزعل. الورق يتحرق من فوق. لكن دلوقتي الحمد لله ربنا يبارك. يعني وقت المشي الفراوله الحمد لله. يعني انت مبسوط؟ الحمد لله مبسوط. تقول ايه عن تكنولوجيا معالج الماء المغناطيسي في دلتا؟ والله ربنا يعينهم. ربنا يعين. ربنا يعين يعني.